في عام 1940 وفي حي المهاجرين في مدينة دمشق ولد الفنان الرسام النحات الممثل والمخرج سليم صبري. في سن مبكرة تكشف ميله إلى الرسم والنحت، ثم ما لبث وتكشف حبه للمسرح، فعمد إلى تأسيس فرقة تمثيلية من أبناء الحي. اطلع على أعمال هذه الفرقة الفنان الكبير صبري عياد، وفي عام 1958 أسسا فرقة مسرحية محترفة أطلقا عليها اسم أنصار المسرح. وفي عام 1960 انضم الفنان سليم صبري إلى المسرح القومي السوري، وكانت تلك هي خطواته الأولى في الاحتراف الفني، وكان في ذات الوقت مخرجاً درامياً في التلفزيون السوري. وفي عام 1968 تفرغ نهائياً للعمل التلفزيوني. لا هي مخرجك محلات، يعني علاقتك معها أكيدة؟ هنا بقدر أسألك السؤال؟ تفضل. أنت جاي لهون لحتى تحققي معي ولا لحتى تشوفك وتشوفيني؟ الاثنين. طيب شو رأيك نقوم نرقص؟ غادر دمشق إلى الكويت في عام 1980 وعمل مع مؤسسة الإنتاج البرامجي في مسلسل سلامتك، ثم عاد إلى دمشق وعاود نشاطه الفني في العديد من الأعمال المتميزة التي قام بها، والأدوار التي كان يلعبها معقدة ومركبة كدوره في مسلسل خان الحرير. يا أبو نعيم، هلا استقلال سوريا مين جابه من بين إيدين العثمانيين غير نور السعيد؟ هذا كلام غير واقعي. غير واقعي؟ لكان الكلام الواقعي أنه نقول لبريطانيا العظمى، يعني لا تأخذني بالكلمة، إلا طز؟ قوس قزح. شو عم بصير بالدنيا يا أم سعيد؟ معقول أحلامنا بولادنا توصل لهالدرجة؟ المهم الله يخليهم سالمين. تذكري لما كانوا الأولاد صغار؟ تذكري سعيد قديش كنا نلاحقه على دروسه؟ كسلان، ما في فايدة، وكل سنة يسقط، وقد ما تعبنا ما في فايدة، وبالأخير راح اشتغل مثل ما بده بالأعمال الحرة، وإن لحالنا ضاع الولد. بالأخير يصير هو سندنا. وإسماعيل الولد الشاطر اللي كان ينجح كل سنة بسنته، لا ويطلع دائما الأول، دكتور فهمان اللي كل الناس بتحسدنا عليه، ما يلاقي غرفة وصالون يعيش فيهم ويجيب فيهم ولد. أبناء القهر. هو سكر بياخذ وبيعطي، يعني بيطلع وينزل، قصدي يرجع لوضعه الطبيعي. وبعدين هي السكين ما بتمسكها بإيدك بنوب. إيه بس هي السكينة محدة، إذا بتقطع البردقانة معناها ممكن تجرحك. إيه بس أنا ما بنبسط فيها إلا إذا قشرتها بإيدي وقرشتها قرش. هلا أنا إذا قشرت لك إياها بإيدي ما بتقرمشها يا أبو نزار؟ إيه بقرمش أبوها. الفصول الأربعة. واحد رفينا أيام المدرسة كان اسمه كامل. هذا كامل كان يخاف من الأساتذة كتير، بصورة خاصة من أستاذ العربي، أستاذ محترم كتير كتير اسمه عبد الجليل. هذا كان لما يشوفه الأستاذ تصيبه حالة عجيبة غريبة. شو هي الحالة بابا؟ يا ستي يهمد فرد همدة وراسه هيك يجي على كتفه هيك وتتبسمر عيونه بالأرض ويصير يفرك بإيده هيك. وليش كل هالشي بقى؟ لأنه الأستاذ عبد الجليل كان له هيبة كبيرة، يعني أستاذ، أستاذ بكل معنى الكلمة. مع أنه كامل هذا اللي عم حكيت لكم عنه رفيقنا، يعني مو كان قليل، كان له شخصية قوية وفارضة على كل المدرسة. بس سبحان الله، بس يشوف الأستاذ عبد الجليل مدري شو صار له، تطير شخصيته وتتبخر ويصير ولا شيء أبدا. الفنان القدير سليم صبري وجائزة العطاء
لعام 2003.